جاءت النعمة ورزقك الله سبحانه وتعالى ماذا تصنع؟ إذا الله لن تقبل أمر مدني ولا تقبل كذا رمي. تشكر هذه النعمة. تقبل الله ورثي كذا كذا لنا منزل. تشكرها كيف؟ تصلي كذا كذا تقبل لنا منزل بتر. بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. سمعنا تقبل أمر يرضي لي أمر ما نقول سجدة تقبل أمير النعمة تحسين سجدة تقبل أمير ما تقبل الله أمر غرسة تسمع الله تقبل ما تقبل. باللسان تتحدث بهذا. دوسر نمرنا عملي أخذ تقول برا أخذ جمال برا يو نعمت برتيب رأرني. يسألك إنسان من أين لك هذا المال؟ يقول هذا من فضل ربي. يدي بسلي وني وني يو تبي لك أنا بوني برا. أوكي وني وني الله تبارك وتعالى. بالجوارح. رأفنا الله برا تسري الله بوك تبارك وتعالى جنوني. لأن تصرف هذه النعم في شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. أنا جيت عن دروس سوي الله بوك تبارك وتعالى تفضل. يعني الآن مثلا نعمة المال تذكر بأن تصرف هذه الأموال في طاعة الله لا في معصية. مرة أخرى نعيد مرة أخرى نكدي عم يكدي عم يجيب ولا دخلوني.